بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر الأحكام المتعلقة بالوصية، والوصية هي التبرع بعد الموت. يقول الإنسان: إذا مت فأنا أوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أو السدس أو غير ذلك. وهذا التبرع لا ينفذ إلا إذا مات الإنسان، لأن قلنا الوصية عقد جائز والوقف عقد لازم. فإذا قلنا هذه الدار وقف، فليس من حقنا أن نبيعها، وليس من حقنا أن نهبها، وليس من حق الورثة أن يستفيدوا منها، وإنما هي وقف، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. بينما الوصية يمكن أن أوصي اليوم، وإذا جاء بعد شهر أو شهرين عدلت الوصية وزدت فيها أو نقصت منها، أو أوصيت لزيد ورأيت أن أعزله وأولي عمرو أو أولي خالد أو أجعلها لاثنين أو ثلاثة من أولادي، أو أجعلها لإحدى بناتي، لأن عمر رضي الله عنه جعل الوصية لحفصة ابنته أم المؤمنين زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. الوصية أيها الأحباب من الأهمية بمكان، لأنها تبقى للإنسان بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية، والوصية تعتبر صدقة جارية. إذا أوصيت للأيتام، إذا أوصيت للأرامل، إذا أوصيت للفقراء، إذا أوصيت للمساكين، إذا أوصيت لأقاربك المحتاجين، إذا أوصيت للحفاظ وطلاب العلم إلى آخره، فإن هذا مما يبقى بعد موت الإنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك أقول أيها الأحبة بأن هذه الوصية كثير منا يتساهل فيها، مع أنها مهمة جدا، لأنها ترعى شؤونه وترعى ما يحتاج إليه، وتشرف أو ترتب ما كان يريده في حياته ليتولى الوصي تنفيذه بعد الوفاة. وقلنا أيها الأحباب، يصح للإنسان أن يوصي لاثنين من أبنائه، يقول فلان وفلان، إما أن يجعل الصلاحيات لهما جميعا، وإما أن يجعلها لواحد منهما وكل واحد منهما يتصرف، يعني إما أن يقول مجتمعين، وإما أن يقول كل واحد على انفراد، ويمكن أن يقول فلان ثم بعده فلان. وعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أوصى، قال للزبير وابنه عبد الله، يعني هؤلاء هم الذين تولوا وصيته. وأقول أيها الإخوة، أي منا يحتاج إليها؟
فيريد الإنسان أن يعمل له بعد وفاته، أن لا ينقطع العمل. أولاده قد يكون فيهم إن شاء الله خير وصلاح وبر وتقى، لكن إذا أشرف على هذا بنفسه ورتبه وجعل للوصي شيء من الغلة استمر ودام وبقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويذكر في الوصية أن من ريعها أن يصان الأصل لأجل ألا يتعطل ولأجل ألا تذهب منافعه. فمثلا يقول يصان الأصل أولا وما بقي يعمل به كذا وكذا وكذا، وللوصي من الغلة كذا. وقلت بأننا كنا في المحكمة إذا كان يعني العقار جديدا، جعلنا للأوصياء 2.5% أو 3%، وإذا كان قديما جعلنا له 7 أو 8. لماذا؟ لأنه إذا كان قديم يحتاج إلى عناء أكثر، يحتاج إلى عمالة، يحتاج إلى سباك، إلى كهربائي، إلى نجار، إلى مبلط، إلى صباغ، إلى 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 آخره يشتغلون. بينما إذا كان جديد غاية ما في الأمر يجري العقد ويستلم الأجرة. فالوصية أيها الأحباب من الأهمية بمكان. وكثير منا يتساهل، وهذا التساهل قد يعرقلها وقد يقضي عليها. أحد الإخوة البارحة بعد أن انتهينا من الدرس ذكر لي واقعة لديه، قال توفي أخي رحمه الله، قلت عليه رحمة الله ورضوانه. قال أخي أوصى بالثلث، قلت خيرا فعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير، فسعد استأذن النبي بأن يوصي بكل المال أو بالثلثين أو بالشطر يعني النصف، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فقال إن أخي أوصى بالثلث، ولما مات وجدنا المبلغ الذي ترك 390,000. إذن يكون الثلث 130. قال حصرنا 130 وبعدين أعطيناها بنته، قلنا هذه وصية أبوك توليها. هل أحسن في هذا يا شيخ؟ لا، قلنا هذا خطأ. البنت قد تجتهد وتشتري سيارات لعيالها، البنت قد تذهب بالمبلغ كذا وكذا. قال ما هي الطريقة المثلى؟ قلت الطريقة المثلى يشترى بهذا المبلغ عقار ويجعل عليه وصي وللوصي نسبة منه، والباقي كما ذكر أخوك في وصيته أضحية أو حج. يعني لو قلنا 130 واشترينا فيها عقار قد يكون مثلا دخلها في السنة نقول 13,000 15,000، الوصي له 1,000 أو 2,000 والباقي 10 أو أكثر ينفع. أما إذا أعطيتها بنت أخوك، بنت أخوك لا نقول فيها إن شاء الله إلا ما خير، لكن قد تتصرف تصرفا خاطئا. ومن أجل هذا أيها الأحباب نجد الدولة وفقها الله جعلت محاكم تسمى محاكم الأحوال الشخصية، يختصون بالأوقاف ويختصون بالوصايا وبالنفقات وبالحضانة وبالعقود وبالطلاق إلى آخره. فلو مر بهم الإنسان وذكر للقاضي أن عنده عقار يريد أن يوصي به، عنده أرض يريد أن يوصي بها، عنده مزرعة يريد أن يجعلها وصية، عنده مال يريد أن يجعل نسبة منه ويشترى به عقار ويدوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما سؤال الأخ قال إذن عملنا غير صحيح، قلت والله عملكم خاطئ، أخذت 130 وعطيتها البنت. البنت وش تسوي فيها؟ يمكن قلنا البنت مثلا قدر الله عليها وماتت، من يطلع 130 عندها أو تشتري لأولادها؟ فهذا شيء أمانة. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نتعاهد هذا الأمر وأن نحرص على الحفاظ عليه، وما دمنا في صحة وعافية وفي حالتنا المعتبرة شرعا يعني نمكن أن نبين ونكتب ما نريده، ونطلب من القاضي أن يعتمده وأن يصادق عليه لأجل الديمومة.
إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتابنا، وهو كتاب الكافي لابن قدامة، عن الأحكام المتعلقة بالوصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويجوز أن يوصى إلى رجل، ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات إلى آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الإمارة في غزوة مؤتة أوصى إلى فلان، فإن مات ففلان، فإن مات ففلان، وهكذا. والوصية لها نوع يعني من الأنواع، أو لها شيء من مثل ما يتعلق بالإمارة، لأن الوصي يقوم بالتأجير ويقوم باستلام الأجرة ويقوم بصرفها، وليس له أن يبيع أو يعني يتصرف تصرفا أكثر إلا بمراجعة الحاكم الشرعي. فكنا يعني في المحكمة إذا رشحنا مثلا الوصي أو رشحنا ناظر الوقف، نقول على أن تتخذ دفترا وتذكر فيه الوارد والمنصرف، وألا تؤجر فوق 3 سنوات إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي، وليس من حقك البيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك، وعليك أن تنفذ ما ورد في الوصية وتطلع الحاكم الشرعي على ما فعلت، لأجل أن يقرك على هذا أو ينبهك إلى ما ارتكبت من خطأ. نعم. فإن مات فإلى آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة، قال أسامة أولا يا أميركم زيد، الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. حدد النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمراء، وفلان ثم فلان ثم فلان، وبعد ذلك عاد يختارون من شاءوا، وتولى بعد هذا الأمر خالد رضي الله عنه، فانحاز بالجيش وسلموا. نعم. أميركم زيد، فإن قتل أميركم جعفر. نعم، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، أخو علي. فإن قتل فأميركم عبد الله بن عبد الله بن رواحة، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعر الدعوة، وكان رجلا يعني حكيما بليغا تقيا لله عز وجل، وله يعني بعض النوادر رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن رواحة. يقال من نوادره رضي الله عنه أن كان عنده جارية، والجارية يجوز للإنسان أن يفعل معها ما أحل الله عز وجل، ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين، ملك اليمين كان في السابق موجود، يشتري الإنسان جارية ويواقعها، فإن حملت سميناها أم ولد، وإن لم تحمل بقيت جارية، من حقه أن يبيعها بعد أن يستبرعها. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أتى يعني مع هذه الجارية بما أو فعل ما أحل الله له، وعندما فعل هذا الفعل إذا بامرأته تنظر، ويعني طلعت عليه وهو لا يدري بنظرها، فما كان منها إلا أن غضبت، كيف تفعل هذا؟ كيف؟ قال يا بنت ما فعلت شيء. قالت إلا فعلت ورأيتك بعيني. قال ما فعلت شيئا إطلاقا. قالت رأيتك بعيني، يعني قال لم أفعل شيئا. وماذا يعني يطمئنك أو تقنعين بأني لم أفعل شيئا؟ قالت إذا لا كنت لم تفعل فقرأ علي شيئا من كتاب الله، لأن تعرف أن الجنوب ما يقرأ قرآن، حرام عليه. قال يرضيك هذا؟ قالت نعم. قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت صدقتك وكذبت نظري. تظن أن الأبيات هذه من القرآن، لأنها امرأة تتقي، ولكن تتوقع عن هذا
من كتاب الله عز وجل، وهي أبيات شعرية، فخرج منها بهذا التصرف. نعم. والوصية في معنى التأمر. وأخته عبد الله بن رواحة، أخته هي أم النعمان بن بشير، أم النعمان بن بشير، وبشير بن سعد أعطى ابنه النعمان جاري يعني وليدة أو حديقة أو أعطاه شيء، فقالت أمه واسمه عمرة، عمرة بنت رواحة أخت عبد الله هذا، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده، قال أكل ولدك؟ قال لا، قال عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري، وفي رواية لا تشهدني على جور، وفي رواية فيعني اعدلوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة عليها، ولم تتم تلك المنحة أو تلك العطية. نعم. ولو قال أنت وصبي فإذا كبر ابني فهو وصي، صح، لأنه إذن في التصرف فجاز مؤقتا كالتوكيل، ومن أوصى كالتوكيل يعني جاز كالتوكيل، الوصية يقول الوكيل يقول وكيلي فلان ما دام في مكة، لو راح للمدينة يكون يحل محله فلان، لو راح للرياض يكون يحل محله فلان، فهي الوصية كالوكالة، يمكن أن يقول فلان ثم فلان ثم فلان، أو يقول فلان وفلان مجتمعين على حسب ما يحدد هل هم مجتمعين أو كل واحد عنده صلاحيات يمكن أن ينفذها لوحده. نعم. ومن أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها، لذلك ومن أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك. وش معنى هذه شيخ بكاي؟ عين مدة، قال أنت وصي لمدة سنة، إذا انتهت السنة انتهت صلاحياته، ما يمكن يستمر سنة ثانية، كذا شيخ صديق، من أوصي إليه في مدة تنتهي صلاحياته بانتهاء المدة، أقول فلان مثل الوكال وكيلا عني إلى ما بعد الحج، إذا انتهى الحج انفسخت وكالته، فلان مثلا وصيا عني إلى سنتين إلى أن يكبر ابني، عندي ابن مثلا عمره 14 أو 15 فأريد أن أجعل وصيا عليه، ثم إذا بلغ وصار في حالة المعتبرة شرعا تولى، فأقول حتى يبلغ ابني، فهذا الرجل وصي إلى أن يبلغ الابن، فإذا بلغ الابن انتهت صلاحياته. نعم. فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء جاز. الآن إذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء، يعني أنا وصيت الشيخ علي وقلت ومن حقه أن يوصي من شاء، فأنا وصيته وجعلت له صلاحية التوصية، الآن كتابة العدل يقول من تبي توكل؟ أقول أوكل الشيخ صديق، طيب الشيخ صديق هل يتصرف ويوصي إذا قلت وجعلت له؟ لا، إذا جعل له فمن حقه أن يوكل الغير في بعض أو كل ما ذكر له، يعني تجد الصك الآن صفحة كاملة في بيع في شراء في تسلم في استلام في قبض في سحب من البنك في إيداع كذا، وبعدين يقول هل تريد أن يوكل أحد؟ نقول أريد أن يوكل فلان بكذا، نقول جعلت له حق توكيل الغير في كذا أو في كل ما جعلت له فهو جائز، وكذلك الوصية من حق الوصي إذا جعل له، وأما إذا ما جعل له فلا. نعم. وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصية لأنه رضي باجتهاده وولاية من ولاه، وإنهاه عن الإيصاء، وإن قلت وصي أحد، أنا وصيتك بس وليس من حقك أن توصي أحد، نقول مثلا يعني انتهى
وصى هذا الرجل وبعد 5 سنوات 10 سنوات مات، كيف نعمل؟ نخلي الوصية تضيع؟ لا، كيف ذلك؟ نذهب إلى القاضي ونطلب تعيين شخص، فالقاضي يعينه ويكون له الصلاحيات المحددة والمبينة، ويستمر في الوصية خشية من ضياعها. نعم، لم يكن له أن يوصي كما لو نهى الوكيل عن التوكيل. كما لو نهى الوكيل عن، قال لك لا توكل، أنا بوكلك أنت لكن ما أرضى أن توكل أحد ثاني. فلو طرأ عارض أو مات ذهبوا إلى القاضي والقاضي يتصرف. نعم، وإن أطلق ففيه روايتان. وقلنا الكتاب هذا ألفه رحمه الله ابن قدامة لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة وقطعوا شوطا في الدراسة والاستذكار، لأنه ألف رحمه الله أربعة كتب. الكتاب الأول كتاب العمدة للطلبة المبتدئين، والثاني المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، والثالث كتابنا هذا الكافي لمن قطع شوطا أطول، والرابع وهو النهاية كتاب المغني، وهو من أوسع الكتب في مذهب الأئمة الحنابلة. نعم، إحداهما له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، والثانية ليس له ذلك لأنه لم يجعل له. وقلنا إن الكتاب هذا الكافي غالبا يذكر روايتين أو ثلاث، لأنه لطلبة العلم اللي قطعوا مرحلة، فإذا مر بطالب العلم إن الأئمة قالوا هذا وقالوا هذا أعمل فكره واستقصى المسألة ودرس أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ثم حكم بما يرى به براءة الذمة. وقلنا بأن حكم القاضي يرفع الخلاف، عندنا مسألة فيها خلاف، الأئمة قالوا كذا والأئمة الثاني قالوا كذا، نرجع إلى القاضي، اللي يقول القاضي حكمه يرفع الخلاف ونطمئن إليه ولا يكون لدينا أي إشكال. نعم، اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه يتصرف بالتولية، لأنه قد ولي من قبل صاحب الوصية فيولي غيره. نعم، فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل. أنا مثلا يعني عينت وكيلا لفلان، إذا قال ولك حق توكيل الغير، إذا شفت من المسألة تحتاج إلى توكيل وكلت، وإذا ما ذكر هذا فأنا أتصرف بنفسي فقط، وإن أشكل علي رجعت إلى الموكل وإلا إلى القاضي. نعم، فصل. وللوصي التوكيل فيما لم تجري العادة أن يتولاه بنفسه. وللوصي التوكيل فيما لم تجري العادة أن يتولاه بنفسه، يعني في عندنا الوصي من كبار القوم وإنسان عندهم مشاكل وعنده مسؤوليات، فهل يعني يلزم أنه كل صغيرة وكبيرة يقوم بها؟ قالوا لا، له أن يوكل فيما لم تجري العادة أن يقوم به بنفسه. هنا أمور ما جرت العادة أنه يقوم به بنفسه، فمثلا هو وصي على هذا الطفل، الطفل هذا يحتاج إلى مثلا أكل، يحتاج إلى ملابس، هل يلزم الوصي الذي قلنا لديه مسؤوليات ولديه التزامات أن يشتري طعام الطفل ويشتري ملابس الطفل ويذهب بالطفل إلى المدرسة يوديه ويجيبه؟ لا، يوكل من شاء، يوكل من يقوم عنه فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، لأني أنا مثلا أنا وصي على فلان، أوكل على عيالي من يروح بهم للمدارس ويجيبهم، ووكل من يشتري لهم حاجيات، واشتري من يشتري أغراض، من يقوم به، فمعناه إن الذي أنا وصي عليه يدخل في هذا فنوكل عليه كغيره. نعم، وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه على روايتين. فصل. ولا يتم إلا بالقبول لأنه وصية فلا يتم، ولا تتم إلا بالقبول. طيب،
فلان عنده وصية، وبعدين فكر قال أنا الآن عندي وصية وأختار الشيخ بكاي يكون هو الوصي، وإذا راح للمحكمة وقال الشيخ بكاي أريد أني أوكله اكتبه. طيب دري الشيخ بكاي قال لا ما أنا تعبان بنفسي، أنا عندي مشاكل، أنا عندي ارتباطات ما صعب علي يقوم بها. فيقول هنا لا تتم الوصية إلا بالقبول، لا تتم الوصية إلا بالقبول. وإلا لو كان الأمر كذلك كان مثلا إنسان عنده مثلا وصية يختار أي واحد، يختار أعلى مسؤول في الدولة، يختار من العلماء الأجلة، يختار من الناس اللي يخافون الله ويتقونه، فيكون في هذا ضرر. فيقول هنا لا تتم الوصية إلا بالقبول، فلان وصى لك على الرحب والسعة تمت، فلان وصى لك لا ابحثوا له عن شخص آخر أنا يشق علي، فلا تتم الوصية إلا بقبول الموصى له. نعم، لأنها وصية فلا تتم إلا بالقبول كالوصية له، ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي. يعني ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي، وش معنى العبارة هذه يا شيخ صديق؟ اقرأ العبارة يا بني واشرحها. أحسنت أحسنت. يعني مثلا أنا وكلت الشيخ صديق، قلت الوصي بعدي الشيخ صديق، وبلغ الشيخ صديق أني وكلته، يمكن يقول لا اعذروني على طول ما يسمع يقول اعذروني، ويمكن أنه بعد الوفاة عندما يحتاج إلى التنفيذ وكذا يعتذر، يعني يمكن يقبلها ويمكن يردها إما الآن وإما وقت يعني وقت العمل، لأن لا ما في عمل إلا بعد الموت. يعني مثل عندنا الوقف، الوقف عقد، وش قلنا؟ عقد، عقد لازم من حين ما نقول هذا وقف. يا شيخ أحمد قلت هذه الدار وقف، بعدين بكرة أقول لا هذه الدار أبغى أدور غيرها، ما أريد أوقفها، يصلح ولا ما يصلح؟ إذا قال هذا وقف خلاص لزمت، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالآن إذا قلنا فلان هو الوصي، من حقه أن يقول لا ما لي رغبة الآن، ومن حقه أنه يسكت، وبعد الوفاة بعد وفاة الموصي يقول لا أنا أعذره ندوره غيري، يروحون للقاضي ويرشحون غيره لأنه يقول أنا ما أتمكن ويشق علي كذا. نعم، لأنه إذن في التصرف فجاز قبوله عقيب الإذن كالوكالة، ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت، لأنه ما يبدأ العمل إلا ما يبدأ العمل إلا بعد الموت، فيجوز تأخير القبول أو تأخير الاعتذار إلى ما بعد الموت. نعم، لأنه نوع وصية فصح قبولها بعد الموت كالوصية له. نعم. فصل. وللموصي عزل الوصي متى شاء. الآن أنا وكلت شخص وقلت من حقي أن يعمل كذا ومن حقي أن يعمل كذا، بعدين تبين لي من تصرفه واستخرجت صك بهذا أنه هو الوصي، بعدين شفت من تصرفه ما أعجبني، بعض حركات ما أعجبتني، فهل أقول ثبت ولزم واستقر لا يمكن تغييره؟ لا، فيمكن للوصي بعد أن يتبين له من الموصى له بعض التصرفات أن يعزله في حياته، نقول نعم من حق صاحب الوصية أن يعزل الوصي متى شاء قبل أن يبدأ بالعمل، لأنه ما يبدأ بالعمل إلا متى؟ إلا بعد الموت، فأعزله وأنا على قيد الحياة. وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي. وللوصي قلنا مثلا الشيخ أحمد هو الوصي واستمر، ثم بعد ذلك شاف أن عليه تعب وأنه قد يكون يناله ما يناله من العنا والمشقة، فيعزل نفسه ويطلع القاضي على أنه عزل نفسه ولا يريد الاستمرار كذا. نعم، وبعد موته. وقلت بأن
يعني كنا نعمل طريقة في مثلا بعض الناس يترك النصيب الموصى له، وإذا تركه قد يكون سبب إشكال بين الموصى له وبين الوصية وبين أهلها. لكن إذا حدد الإنسان أتعاب الموصى له بأن له من الريع كذا، فيكون في هذا راحة للقاضي ولأهل الوصية وللموصى له. وقلت بأن الطريقة المتبعة في مثل هذا إذا جاءوا وأرادوا يعني اعتمادها وكتابتها وتحديد المبلغ لهذا الموصى له، نسأل عن العقار من متى مبني. إذا قالوا تو جديد ما بني إلا من العام أو السنة هذه أو كذا أو كذا، وكم الدخل؟ الدخل مثلا مليون مليونين، نقول هذا ما يحتاج إلى عنا ولا إلى مشقة ولا إلى تعب، فنجعل لهم 3% للأوصية 3%، لأنه ما يحتاج إلى مجهود وإلى يعني شغلات ومراقبة ومتابعة، وإنما يجري العقد ويستلم المبلغ ويعطيه الموصى لهم إلى آخره. لكن لو قالوا إن المبنى قديم له 20 سنة أو 15 سنة، نلاحظ أنه اليوم لازم يجيب كهربائي يشتغل اللمبات، وبكرة يجيب سباك، وبعد بكرة يجيب مبلط، وبعد كذا يجيب راعي رخام ويجيب راعي سيراميك وكذا وكذا إلى آخره، فمعناه أنه كل سنة هو يشتغل، فهذا يجعل له 7% أو 8%، لأنه قد يعني يستغرق وقته أطول وشغل أكثر، فلأجل دوام الاستفادة يعطى الوصي ما يكفيه مقابل تعبه ومقابل عمله. نعم، لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهم فسخه كالوكالة. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي الموصي بعد موت الموصي، لأنه غره بقبول وصيته، فعزل نفسه إضرار به، وإنما يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يتصرف بما يضمن حقوق الأطراف جميعا. أما أن يعزل نفسه ويترك العمل، يعني في بعض الحالات شوف الآن فيه في عقار كنا يعني مستأجرينه لجهة الرسمية، وكان الأجار أكثر من 1,000,000 وكذا، الآن له 4 سنوات أو 3 سنوات وفي صيانة، لأن الأمر يعني حصل فيه مناقشات بينهم وبين المختصين وكذا وكذا. فإذا اختير الوصي المناسب والذي يخاف الله ويتقيه ويعمل جهده على أن يثمر وأن يستفيد، كل على قدر ما له من حق، صاحب الوقف مثلا والموقوف عليهم والأوصي والفقراء والمساكين إلى آخره. وقلت بأنه مر بي أيضا وقف إنسان وفيه غلة جيدة، سألته قلت ماذا تعملون في الغلة هذه، مبلغ ما شاء الله كبير، ماذا؟ قال إنه صاحبها يعني كان قديم، اشترى عقار والعقار عند الحرم، ثم نزعت الملكية ثم استبدلناه بعقار آخر، وفيه بأنه تكون الغلة لحجاج بلده. قلت ماذا تعملون؟ قلنا نستقبلهم في المطار، في مطار جدة، ونجيب لهم باصات ونستقبلهم من ينزلون بالطيارة، ونسكنهم وأكلين وشاربين وللمدينة وكذا زيارة كاملة، ثم أداء مناسك الحج، ثم إلى أن ودعهم مرة ثانية بالمطار من نفقة هذا الوقف. قلنا والله هذا شيء طيب وخير عظيم، إذا يعني حصل من يجتهد فيه ويعني ينميه على حسب الأصول الشرعية. نعم، والضرر مدفوع شرعا. فصل: وإذا بلغ الصبي فاختلفه فلان قال الوصي على ولدي فلان، قل طيب صغير الولد بلغ، والله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله، فالولد بلغ بحقه، بعدين حصل مناقشة بين الولد هذا والصبي،
الصبي يقول أنفقت علي مثلا 50,000، والوصي يقول لا أنفقت عليك 100,000، فكيف ذلك؟ ننظر طريقة النفقة وأسعارها، وننظر إلى أهل الخبرة والدراية وما قالوه هو الذي نعمل به. وثانيا، لو قال إني أنفقت عليك 3 سنوات، الولد قال يا أخي أبي أبوي ما مات إلا له سنتين، شلون تنفق عليه 3 سنوات؟ فما دام عرفنا تاريخ وفاة الأب، فالآن ما فيه الأب لأنه مات إلا يعمل شهادة وفاة وصك إثبات وفاة وحصر ميراث، وهذه تزيل الإشكال. ولا قبل مثلا في التاريخ في أذهانهم هذا يقول أنفقت عليك 4 سنوات، وهذا يقول لا أنفقت عليك 10. فما ذكره المؤلف في زمن سابق، لأن الكتاب هذا يعني قلنا له حوالي 800 سنة قبل أن يتوجد التواريخ هذه والضبط وإلى آخره. نعم. وإذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة، فالقول قول الوصي لأنه أمين وهو اللي أنفق. إذا قال أنفقت عليك 100,000، الولد قال لا ما أنفقت عليه إلا 80، الولد ما يدري، والأب والوصي هو الذي يدري، فالقول قول الوصي. نعم. إلا إذا بلغ يعني مثلا نفقة 50,000 وقال أنفقت عليك 500,000، فمثل هذا أهل الدراية يكذبونه. نعم. لأنه أمين ويتعذر عليه إقامة البينة عليها، فإذا قال أنفقت عليك كل سنة 100 فقال الصبي بل 50، فالقول قول المنفق إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف. نعم، بالمعروف. وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريطه بها. وإن كان أكثر نقول أنت يعني المعقول مثلا نقول 100 ريال وأنت تقول 150، فالخمسين هذه أنت اللي تصرفت وأنت اللي أنفقتها في غير محلها فتضمنها. نعم. وإن قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال الصبي ما مات أبي إلا من سنة، فالقول قول الصبي لأن تاريخ وفاة الأب لها شهود وبينات واضحات. نعم. لأنه لم يثبت كون الوصي أمينا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك. وإن اختلف في دفع المال إليه بعد بلوغه فالقول قول الوصي. نعم. لأنه أمين في ذلك فقبل قوله فيه كالمنفعة وكالنفقة كالنفقة وكالمودع وكالمودع وكالمودع. فصل. إذا ملك المريض من يعتق عليه، يعني كان في أرقة في السابق، وقلنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإنسان ملك من يعتق عليه، ملك أبوه، ملك ابنه، ملك أخوه، ملك أخته إلى آخره، فهل تعتق وترث أو كيف ذلك؟ والآن نقول هذا الشيء غير موجود، لما عندنا الآن أرقة، الدولة اعتقت جميع الأرقة، ومن يعتقد أن فلانا كان رقيقا له يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فالرق غير جائز الآن. نعم. فحكى الحبرمي عن أحمد أنه يعتق ويرث، لأنه إن ملكهم بغير عوض فلم يضع في عتقهم شيء من ماله، فلم يحتسب وصية لهم كما لو ورثهم. وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم، وإنما أتلفه المريض على ورثته، فهو كما لو بنى مسجدا. وقال القاضي فيما ملكه بعوض إن خرج من الثلث عتق وورث، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. ونقول إن هذا الفصل الأخير كله غير موجود الآن. إذا ملك من يعتق عليه فالناس كلهم أحرار، والدولة أعتقت جميع الأرقاء. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في كتاب زاد المعاد
في هدي خير العباد. ويوم الخميس ويوم الجمعة والسبت إجازة كما هو متبع. هذه أيها الأحباب هذه نماذج الأسئلة. يقول السائل: زوجان مضى على زواجهما 4 سنوات دون جماع بينهما لعلة في الرجل وقد اعترف بذلك، فما الحكم؟ نقول: إذا رغبت الزوجة في الاستمرار تستمر، وإذا رغبت فان تخلع نفسها فتذهب إلى القاضي والقاضي ينظر بما به براءة الذمة. وأنا أنصح أن يعرض الرجل نفسه على طبيب مختص ليتلقى العلاج اللازم وتعود الأمور إلى مجاريها. وإذا رغبت المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية فالقاضي هو الذي يتصرف بذلك، ويمكن تعويض الزوج في مهره وهكذا. يقول: عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري، هل يعتبر ذلك إقرار لما فعل؟ نقول: لا، يعتبر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى والأتم والأكمل أن يواسي بين أولاده وأن لا يفضل أحدا منهم على أحد. فأمه يعني أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة قالت: أريد أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أبان بأن هذا العمل لا يجوز، بل يسوي الإنسان بين أولاده. يقول السائل الكريم: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، هل يحصل هذا للمكي؟ نقول: فضل الله واسع، فإذا اعتمر الإنسان في رمضان يسأل الله القبول وحسن الثواب والعظم الأجر إن شاء الله. يقول السائل: هل العمرة عن المتوفي صحيحة؟ نقول: نعم، إذا اعتمر الإنسان عن أبيه أو اعتمر عن أمه أو عن قريبه فإن الله يعظم له الأجر والمثوبة، وورد: ولد صالح يدعو له. والعمرة فيها الدعاء والترحم على الأب وعلى الأم وعلى القريب. يقول السائل الكريم، يقول: جزاه الله خير، يقول: نشهد الله أننا نحبك في الله. نقول: أحبك الله وجميع الإخوة السامعين، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول: هل يجوز للوصي أن يأخذ راتبا بعد وفاة الموصي ولم يكن متفق عليه؟ نقول: إذا رغب في ذلك يذهب إلى القاضي ويحدد له، يعني لا يفرض لنفسه، لا يقول: أريد 10,000، أريد 15,000، أريد أكثر أقل، وإنما يذهب إلى القاضي ويطلب تحديد مقابل أتعابه، والقاضي ينظر إلى العمل الذي يقوم به وما يكفيه لمقابل هذا العمل ويحدد له، ويكون في ذلك راحة للجميع. يقول السائل الكريم، يقول: أخت تهب لأخته أو كذا عقار وليس لها أولاد. نقول: إذا وهبت في حياتها لقريبها لأخيها فلا حرج في ذلك إن شاء، فيسمى عطية وليس وصية، لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، وأما هذا فهو في الحياة وينفذ إذا قالت: البيت الفلاني لأخي أو البيت الفلاني لأختي وهكذا. يقول السائل الكريم: وجدت 200 ريال قبل سنتين في الحرم وقد حضرت هذه السنة، ماذا أفعل بها؟ أقول: في مكتب هنا في الحرم للضائعات يمكن عندهم تعليمات، وإذا أعطيتهم إياه وأخذت منهم إيصال يكون هذا إن شاء الله في خير. يقول السائل الكريم، يقول: تعرضت لضغط من أهل زوجتي وقاموا بإحضار مأذون للمنزل وقال لي: سوف تقوم بعمل ورقة ولا تقوم بإلقاء اليمين ولا يوجد شهود وإن كانت بالتوقيع. نقول: الطلاق لا يكون إلا بالرضا، لا يلزم الزوج على طلاق زوجته كرها، وإنما القاضي هو الذي يتصرف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.